يا محمد صباح الفل عليك، اخبارك ايه؟ صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، تحياتي ليكم وكل مشاهدي 10 صبح الاهلي، والحمد لله على سلامه نهاوند ومنوره الاستوديو. صباح الفل عليك يا توفيق، وانا بشكرك جدا ان انت فعلا من الزملاء اللي كانوا يسالوا عليا على طول، شكرا ليك. اصيل يا توفيق اصيل. توفيق. ايوه، سمعنا بقى يا سيدي ايه الجديد عندك، ويعني كل ما هو متعلق بهذا الفرع من فروع النادي الاهلي المحترم. نبدا اولا بالاجواء داخل فرع الجزيره بالنادي الاهلي النهارده صباح الثلاثاء. يمكن اول ما تخش من بوابه النادي الاهلي هنا من على النيل او كمان من ناحيه نادي المعلمين، اجواء اكثر من رائعه داخل النادي. يمكن النهارده بقى خلاص احنا بنتكلم جغرافيا ورسميا، النهارده الثاني ايام فصل الصيف، فدرجه الحراره يمكن 33 درجه مئويه في الوقت ده، اعتقد انها درجه حراره مناسبه لكافه الانشطه، وده واضح جدا على اقبال الاعضاء هنا داخل النادي. يمكن بقى احنا جايين من الشارع من بره الكثافات المريه شويه، في كثافات مريه على كوبري اكتوبر وكمان القادم من كورنيش المعادي، بعض الكثافات المريه بتشهدها هذه المناطق، لكن اعتقد ده يمكن ساعه من دلوقتي بسبب الناس اللي نازله اشغالها او كمان الطلبه اللي بتؤدي الامتحانات، لكن اعتقد مع سريان اليوم اكيد الكثافات دي هتقل، واعتقد هيبقى الاجواء مناسبه جدا ان اي حد عاوز يوصل هنا فرع النادي الاهلي بالجزيره يوصل في الوقت اللي هو عايز يوصل فيه، مش هيبقى فيه تاخير او عطل. كمان وانت داخل اول حاجه هتقابلك استاد مختار التتش، اللي اعتقد ان الاداره التنفيذيه هنا قامت باداء اكثر من رائع فيه. يمكن الاستاد حاجه جميله جدا، تم اعداده سواء تهذيب وقص النجيله او اعداده، طبعا يمكن الفريق غايب عن الملعب تقريبا لمده اسبوع عقب السفر لتونس، النهارده ان شاء الله الفريق هيأدي تدريباته وتم تجهيز الملعب عشان يكون جاهز لاداء تدريب الفريق الاول. كمان مختار التتش المدرج التاريخي لاستاد مختار التتش، يمكن الشركه المنفذه لعمليه الهدم تم بالفعل البدء في اعمال الهدم، يمكن اعمال الهدم بنطمن كل الاعضاء هنا وجماهير النادي الاهلي بتتم باحدث التقنيات الحديثه، وده عشان ما يسببش اي ازعاج او نوع من الاتربه داخل الفرع هنا. يمكن كمان الاداره التنفيذيه عملت سياج كامل حوالين منطقه المدرج علشان يتم عمليه يعني هدم المدرج باسرع وقت ممكن، وكمان بدون يعني تسبب في ازعاج سواء للاعضاء داخل الفرع او كمان لفريق الكوره اللي هيواصل تدريبات النهارده. نروح بقى لاخبارنا، وبالطبع هنبدا باخبار الفريق الاول لكره القدم اللي بيواصل تدريباته النهارده بعد اجازه 48 ساعه عقب العوده من تونس والفوز في مباراه الذهاب امام الترجي التونسي 1-0 في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، نتيجه اكثر من رائعه ان شاء الله يعني نشتغل عليها كمان في مباراه العوده والفريق يحقق الصعود والاقتراب خطوه كبيره نحو النجم العاشر. يمكن خليني بقى اقول لكم برنامج الفريق من النهارده لحد المباراه ان شاء الله. يمكن الفريق النهارده هيتجمع في تمام الرابعه عصرا، وبدايه التدريب هتبقى الساعه 5، بكره ان شاء الله الاربعاء، وكمان بعد غدا الخميس هيكون التدريب في الغالب في نفس الميعاد على ملعب مختار التتش هنا بالجزيره. بعدها يمكن تم الاتفاق ما بين المدير الفني بيتسو موسيماني وكابتن سالم حفيظ مدير الكره على دخول الفريق في معسكر مغلق من مساء الخميس عقب التدريب باذن الله. ويوم الجمعه هيبقى البرنامج كالتالي، ظهرا هنا في النادي الاهلي هيقام الاجتماع الفني او اللي بين الفريقين سواء النادي الاهلي او الترجي اللي بيتم الاتفاق فيه على اعداد الحضور داخل المباراه وازاي اللي هيتريق الفريقين اثناء اداء المباراه. في المساء يوم الجمعه هيكون المؤتمر الصحفي للنادي الاهلي في الثامنه مساء على استاد الاهلي والسلام اللي هيحتضن المباراه، وبعده في الثامنه والنصف هيبقى المؤتمر الصحفي لفريق الترجي، وبعده في التاسعه هيكون المران الرئيسي او الاخير لفريق الترجي وفق لوائح الاتحاد الافريقي وهيتم اداؤه على استاد الاهلي والسلام. وفي الغالب النادي الاهلي كمان هيقدم مرانه الاخير قبل المباراه على استاد الاهلي والسلام، وان شاء الله ده هيكون في السادسه مساء الجمعه. وان شاء الله بقى يعني دعوات كل الاهلاويه وكل المصريين ان النادي الاهلي يؤدي الاداء المعتاد منه، وان شاء الله ربنا يكلل مجهوداتهم بالفوز والصعود للمباراه النهائيه، وننتظر يا رب النجمه العاشرة يوم 17 يوليو المقبل. نروح بقى الاخبار فرقنا الاخرى، ويمكن اداء اكثر من رائع للاعبي النادي الاهلي اللي بيخوضوا غمار منافسات البطوله العربيه لالعاب القوه واللي انتهت منافساتها في تونس. يمكن 4 ميداليات ذهبيه و4 زيهم فضيات وكمان 2 برونزيه. يمكن نقول بقى اسماء ابطالنا اللي شرفونا وشرفوا منتخب مصر لالعاب القوه، كان اللي احرز ميداليات ذهبيه اسراء محمد سمير، واسراء احرزت ميداليتين ذهبيتين في منافسات الوثب الطويل. كمان اسلام موسد حقق ميداليه ذهبيه في منافسات اطاحه المطرقه، وايهاب عبد الرحمن بطلنا واللي كان مرشح لاولمبياد ريو دي جانيرو بس كان بعض المشاكل اللي حصلت له كده مع اللجنه الاولمبيه الدوليه، لكن ان شاء الله مستنيين ايهاب في اولمبياد طوكيو وان شاء الله يحقق ميداليه ذهبيه. ايهاب حقق ميداليه ذهبيه في منافسات رمي الرمح. كمان 4 ميداليات فضيه للاعبي النادي الاهلي في البطوله، ايمان منصور عبد المطلب في منافسات 400 متر عدو، اسلام عبد التواب في منافسات 20 كيلو متر مشي،
محمد مجدي حمزه في منافسات دفع الجله، وماجد محسن في منافسات رمي الرمح. كمان يمكن لاعبي النادي الاهلي احرزوا برونزيتين، شهاب محمد عبد العزيز في مسابقات قصف القرص، وحسن محمد عبد الجواد في اطاحه المطرقه. يمكن مش بس يعني دول اللاعبين اللي كانوا بيمثلوا منتخب مصر، لكن دايما كعاده النادي الاهلي بيمد كل المنتخبات الوطنيه باللاعبين، منتخبات او منتخب الكره الشاطئيه للسيدات اللي يعني امبارح كانت القرعه بتاعه البطوله، بطوله افريقيا المؤهله للكره الشاطئيه المؤهله لاولمبياد طوكيو باذن الله. يمكن نجمتنا فريده العسقلاني ودعاء الغباشي اللي بيمثلوا منتخب مصر الاول في هذه البطوله، كانت القرعه بالامس والقرعه جنبتهم خوض المنافسات الدور الاول. يمكن منتخب مصر منتخب موزمبيق صعدوا مباشره لدور الثمانيه، وهينتظروا اول ثلاث فرق من كل مجموعه عشان يبداوا في منافسات دور الثمانيه. نتمنى لهم طبعا التوفيق، وان شاء الله زي ما مثلوا منتخب مصر في الاولمبياد الاخيره في ريو دي جانيرو كمان يكونوا موجودين في اولمبياد طوكيو باذن الله. الافراح والميداليات والانتصارات ما بتنتهيش في النادي الاهلي، يمكن كمان عندنا انتصارات. يمكن فريق يعني يمكن اخر اخبارنا ناشئات النادي الاهلي تحت 16 سنه مواليد 2006 يتواجدنا ببطوله الجمهوريه بعد الفوز على سبورتنج في المباراه الاخيره 35-33. جاء ترتيب الفرق، النادي الاهلي الاول، باكوس الثاني، الاولمبي الثالث، وسبورتنج الرابع. يا رب دايما كل فرق النادي الاهلي في انتصارات، ودايما النادي الاهلي ودائما الاول في كل شيء، وكل بطوله بيخشها بيبقى هدفه هو المركز الاول والفوز. دي كانت كل اجواءنا واخبارنا هنا من داخل النادي الاهلي بالجزيره. الكلمه ليكم يا كريم ونهوان. والله كل الاجواء جميله وكل الاخبار زي الفل، بنشكرك عليها جزيل الشكر. زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه النادي الاهلي، كل الشكر ليك.